دكتور قلاوون، من الواضح بأن هذه الأزمة في أوكرانيا تمتد أيضا إلى قطاع مهم، قطاع الطاقة والنفط وارتفاع الأسعار. يعني ما الأسوأ الذي يمكن أن يحدث الآن جراء طول مدة الأزمة؟ أولا زميل فضيلة، الرئيس بوتين فشل في وضع إدارة جديدة في كييف، وبالتالي يحرق الوقت الآن حتى يتفاوض مع النظام الحالي، نظام الرئيس زيلينيف. اثنين، هناك أصول روسية في الخارج، البنك المركزي والأثرياء الروس والنخبة الروسية المحيطة بالرئيس تصل إلى تريليون دولار، تسيل الآن، تجمد أو تسيل بأسعار زهيدة جدا. قصر في لندن 150 مليون دولار لأحد الأثرياء، ربما يبحث عن مستثمر صيني. ثلاثة، بالنسبة للعقوبات الأوروبية وتأثيرها على قطاع الطاقة، ما زال خط نورد ستريم واحد يمشي الغاز فيه، بمعنى أن كل طرف منهم الكريملين والاتحاد الأوروبي لم يصل إلى حشر الآخر يعني إلى النهاية، وبالتالي فتح باب للتفاوض. أربعة، بأن المقاطعة الآن تصل لكل القطاعات، وأنا يعني أهتم أكثر في القطاعات الفنية، يعني الباليه وغيرها والمسرح، وبالتالي يصيب كل قطاعات الشعب الروسي. خمسة، يصيب رفاهية المواطن الروسي، وهذا ما حصل برفع أسعار الفائدة إلى 20%. اثنين، فرض قيود على إخراج الأموال من روسيا والإسفافات أمام البنوك. إذن هناك، أقول نعم، هناك زخر روسي لدعم الروبل، لكنه سيحترق بسرعة، وبالتالي يضغط على الرئيس بوتين، مما يعني يجبره على فتح المجال الدبلوماسي. وخصوصا نقطة مهمة، أن الإمارات تسلمت الآن رئاسة مجلس الأمن وعليها واجبات كثيرة، تركيا كذلك في طريق المحايد، والصين. إذن هناك عوامل عدة تفتح الأمور للرئيس بوتين لكي يجلس، لكنه يائس الآن لأخذ نصر سياسي.